أليسا، أهلا وسهلا بيكي في برنامج تسخيف. عمرك بصيتي في وكر نمل وشفتي حاجة غريبة؟ حاجة غريبة، حاجة غريبة. صراحة مش أغرب من أسئلتك. لو نفسك تلهطي أغنية حد بتحبيه يبقى مين؟ آه يا مرايتي، لا كمان ما بحبها. آه لكل اللي بيحبوني كمان لا، صعبة يعني ما بحب شيء. أنا نفسي أعرف أليسا بتشخر؟ غير وفاء. أليسا بتشتم؟ يعني بتسبي في اللبناني؟ يعني لو حد زعجك، حد مش طايقاه؟ بلا أكيد.